مباراة الشباب بلو ازداد وإلى شلغوم العيد في الجولة الأولى من الدوري الجزائري. لكي تسدد المباراة ما عليك فضل التطبيق زر لايك والاشتراك بالقناة. وشكرا لكم مسبقا. ملعب المستضاف للمباراة ملعب 20 أوت 1955. أما بالنسبة لتوقيت هذه المباراة سوف يكون في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، والساعة 6 بتوقيت القاهرة، والساعة 7 مساء بكل من توقيت قطر والسعودية والإمارات. أما بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة قناة الجزائرية 6 الناقل الحصري لهذه المباراة. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الخاصة التنبيهات على الكل لكي يصلك دائما المواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة. ونضرب لكم موعد في موعد قادم.